بدوي سعيد فتاحب الى حفل دينيس ميتيس رشيد سليماني فيفيان مابيدي والكبير الوادي هنا تيفو ديال فريق الوداد البيضاوي على الجهه اليسرى فدائيون. هذا هو الذي الرساله القويه التي يبعثها لم يعتمد عليه المدرب جوزي روماو كاساسي في هذه المباراه. حمزه برزوق صلاح الدين عقال المصاب وايضا كان مصيب في احد الحصص التدريبيه على مستوى العين في احتكاك مع احد الزملاء ديالو سعيد فتاح. محمد علي بن معمر وعيد كبير للكره المغربيه اقول الكره المغربيه وليس البيضاويه. هذا التيفو مره اخرى ديال انصار فريق الرجاء البيضاوي فرجة جميلة جدا في المدرجات التيفو ديال فريق الوداد البيضاوي الجماهير الودادية التي تؤكد من خلال هذه التيفوهات قوتها. جميل جدا ما نعيشه من لحظات رائعة هنا بجنبات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. هنا صورة تنمز إلى القوة و يعني صور رائعه وابداع ابداع ممكن نقول هكذا ابداع ديال الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي. قلت في اشاره ورساله واضحه الى ان الجمهور فريق الوداد